السلام عليكم، محمد مناف The 5O Coach. أصدقائي، هاي فكرة جديدة بدي حطها بالقناة إن شاء الله. نحن مثل ما بتعرفوا كلياتنا بودي بيلدرز، كلياتنا بنروح على الجيم، كلياتنا بنتمرن، وكلياتنا المفروض على دايت. فبالنسبة لشخص على دايت، نهاية الأسبوع عنده تشيت ميل، هاي لحظة يعني أسعد وقت بخلال الأسبوع، تمام؟ فلذلك قررت من هلأ ورايح كل تشيت ميل أطلع على برا، مش كل تشيت ميل يعني، ولكن كل تشيت ميل نروح فيه مكان حلو ولا شيء راح صوره وراح حطه على القناة لأكثر من سبب. أولا بيكون مثلا مثل عندكم فكرة أنه لو أنتوا قاعدين بدبي ولا بغير دبي وفي نفس المحل، تجربتي بهالمحل ممكن، لو المكان عجبكم، لو النوع الأكل عجبكم تروحوا تجربوه وتعطوني رأيكم فيه. والفكرة الثانية أنه يوم اللي بتكون عندك تشيت ميل بتكون متحمس انك ترجع على الدايت وبتكون ستريكت 100%، تمام؟ فما بتخلي التشيت ميل تبعك يعني شلون بدي اقول لك يكون ستريكت ويكون كذا فتكره الدايت كلياته. الفكره من التشيت ميل، وهي نقطه ضروريه صراحه بدي احكي فيها، التشيت ميل هلا اللي راح اعمله ولا كل اسبوع راح اعمله ما راح يكون دافع لكم انه تخربوا الدايت تبعكم تماما. ارجوكم، التشيت ميل هو عباره عن سبب يخليني غير شكل شوي تبع بالدايت تبعي، بس ارجع على الدايت تبعي بجدية مثل ما بيقولوا وكون سيريس 100%، تمام؟ المهم، التشيت ميل تبعي اليوم بمطعم اسمه تويست، هذا هو، حصلت باركين جنبه بالضبط، شاورما تويست بالبرشة. الاونر تبع المطعم هي صديقتي وهي الكلاينت تبعي، راح نفوت هلا نعطيكم التجربة. وبالمناسبة في تحدي، قالوا لي انتوا شو رايكم، راح اخسر ولا راح اربح؟ التحدي هو يا ترى هل راح اقدر اكل 10 شاورما ولا لا، تمام؟ تابعوني لنشوف. اذا هذا هو المحل، افوت هلا جوا، بنايه صار هو ليكني. هذا هو، شايفين ديكور شو حلو، عندهم صور حلوة. Hello. Hi sir. How are you? عندهم ديكور كتير حلو. طيب، عنا تحدي 10 شاورما، بدنا نشوف رح نقدر ولا لا، الله المستعان. اوكي؟ المحل بجنة ما شاء الله، شايفين ديكور كتير حلو. الأكل أنا جربته، الأكل إن شاء الله رائع رائع رائع. وعايشين بدبي، لو قريبين على البرشا جربوا شاورما تويست بالبرشا، أوبشن بالآخر. وصل وصل. هاي التشيت ميل، تاكل لي بيضتين تقول لي عم أعمل تشيت ميل. نعم وفق. Take away? Yes. Okay. خسرت التحدي، ما عرفت صراحة، كنت ما أكل، بقيت ما بدي. المهم مثل ما شفنا كلية الفكرة بس يعني عبارة عن تسلية فور فان، يعني ما في شيء. بس بتمنى مثل ما حكيت البداية الجديدة ما يكون موضوع التشيت ميل عبارة عن إنه حافز لك لأنك تخرب الدايت تبعك. هو خلي التشيت ميل مثل يعني يكون شو بدي لك، مثل بريك لك، تنبسط خلاص، تطلع لبرا تاكل اللي بدك اياه،
بس تكون خلال ايام الاسبوع تكون فعلا ستريكت في البرنامج تبعك، تكون فعلا ستريكت في الدايت تبعك. تمام، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. فيديوهات ثانيه ان شاء الله راح تجي. شكرا كثير على استضافه الحلقه، بالتوفيق.